بحب فتحي حسن، عندي 34 سنة، من الزقازيق. أنا متجوزة دلوقتي بقالي 12 سنة، من 2007، شهر 12 2007. عندك أطفال؟ عندي بنوتة عمرها دلوقتي 6 سنين. طب حابة تحكي لنا يعني عن ظروف الزواج تمت ازاي وكده؟ حضرتك أنا اتجوزت أول ما سافرت عروسة في السعودية لجوزي، عشت معاه 9 سنين، كانوا أحلى 9 سنين في حياتي عشتهم في السعودية. للأسف اضطرينا إن احنا ننزل مصر عشان خاطر زوجي كان عنده ورم على الكبد، فاضطر إن احنا ننزل عشان يزرع كبد. نزلت طبعا، عملنا تحاليل وأشعة وكل حاجة، وأنا قررت إن أنا أتبرع له لوجه الله. لما اكتشفت بقى حقيقته وعمال يبتزني بكل حاجة، عايز يبيع العربية من ورايا، عايز ياخد مني كل حاجة. أنا بصراحة لقيته إنسان أناني وإنسان غير، عمل معايا مشاكل، طردني على بيت أهلي، خد هدومي، خد حاجتي، خد دهبي، خد كل حاجتي. أنا طلعت من البيت من غير أي حاجة. عملتيش قرار تمكين؟ عملت حضرتك، رحت عملت محضر قرار تمكين، والحمد لله بعد صعوبة صدر لي قرار التمكين، وأنا معايا الورق اللي يثبت بكده. اتمكنتي؟ اتمكنت فعلا. يعني انت حاليا في الشقة ولا؟ لا حاليا انا مطروده، انا دلوقتي بره الشقه. هو طب والقرار اللي انت عملتيه؟ بعد حضرتك، بعد ما اتمكنت اكتشفت ان هو بيدبر لي لمخطط، هو نقل كل المفروشات من عنده في بلده في كفر حافظ علشان خاطر يدبر لي موضوع السرقه، ان انا سرقته وسرقت منه فلوس. راح اعمل محضر رسمي بكده علشان يثبت ان انا سرقته. برعت بكامل ارادتك؟ طبعا برعت له بكامل ارادتي، وده اسم قصر النيل، محضر ان انا متبرع له، ان انا موافقه ان انا اتبرع له بدون اي مقابل. حضرتك هو اخد كل اوراقي، اخد بطاقتي، اخد جواز سفري، اخد اوراقي، اوراق حتى دراستي، كل ما يثبت شخصيتي كلها معاه. وطبعا قطع، ده غير ان هو قطع قيمتي، وبيطعن في التحريات، عايز يثبت ان انا ماليش قايمه، عايز يعمل اي حاجه ما يطلعليش اي حقوق. حتى قدمت صوره القايمه ان هو كان عاملها لي، بيطعن فيها، وجايب شهود زور ان انا ماليش اي حقوق وماليش اي حاجه. فانا يا جماعه عملت الفيديو ده عشان خاطر ان انا اثبت ان انا مظلومه، وان شاء الله ربنا هينصرني، وان شاء الله ربنا مع المظلوم. انا كان صعب عليا ان انا اطلع فيديو واتكلم واحكي في حياتي الخاصه. انا والله ما عملت كده الا عشان خاطر بنتي، هو عايز يحرمني من بنتي وعايز يدخلني السجن. فانا عايزه الاقي حل. انا مش عايزه بنتي تبعد عني، انا بنتي دي هي كل حياتي. انا عملت كل ما في وسعي ان انا اربيها احسن تربيه وعيشه احسن عيشه، هي دي كل املي في الدنيا. ما حاولتيش بشكل ودي مثلا معاه او كده؟ والله حاولت كتير، حاولت كتير، وصالحنا كتير، بس للاسف كان كل مره يغدر عليا اكتر، وحاول ان هو ينكر عليا كتير لحد ما وصلني للحال ده. وفوجئت ان بعد ما خد حكم عليا، تاني يوم عمل فرح واتجوز، وعمال يبعت لكل اهلي وكل ناسي ان انا خدت على ريحه حكم، عايز يسجنني. يعني اتجوز حضرتك، ومتجوز واحده كمان في نفس سني او اصغر مني. انا عايزه اقول كلمه واحده، ان انا واثقه جدا في القضاء المصري. انا واثقه ان شاء الله هيقفوا معايا ويشوفوا قصتي. انا يا جماعه لو طمعانه في حاجه في الراجل ده، ما كنتش عرضت حياتي للخطر، ما كنتش عانيت عشان خاطره. انا عايزه ربنا بس يكشف الحقيقه، يكشف ان انا مظلومه. انا لو عليا ذنب، ما كانش يبقى ليا عين ان انا اطلع واتكلم. انا كل اللي بعمله ده عشان خاطر بنتي، عشان خاطر بنتي تفضل عايشه مرفوعه الراس، ما يتقالش ان امها محبوسه او ابوها حبسها. هو ده، هو كل امله ان هو يدمرني. انا عايزه ربنا يكشف الحقيقه.